السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس آخر من الكورس ديال سي اس اس جريد في سي اس اس 3. في الدرس السابق تعلمنا كيفاش كنشيو الأعمدة، وتعلمنا أننا نقدروا نعشيو لكل عمود عرض، وأننا نعشيو العدد تاع الأعمدة اللي بغينا. مزيان، يعني هادشي تعلمنا ليه في الدرس السابق، أننا نعشيو لكل عمود الود اللي بغينا، وأن كل عمود نقول ليه مثلا شحال الاعمده بغيت انايا في هذا الصف. يعني مثلا عندك انت واحد الصف معين، انك تقول لي واش بشي فيه 4 الاعمده ولا 5 الاعمده ولا 6 الاعمده عن طريق الخاصيه اللي سميتها الجريد تمبليت كولومز. مزيان، حنايا في هذا الدرس بغينا نتعلموا كيفاش كنتعاملوا مع الصفوف. شنو كنعنيو بالصفوف؟ دابا حنايا تخيل معايا انه عندنا هنا 3 الاعمده، راه هذا كامل كيمثل صف، هذا كامل كيمثل صف. مزيان، هنا عندك تاني 3 الأعمدة، راه هذا كامل كيمثل صف، يعني كل صف كيتكون من 3 الأعمدة أو 4 الأعمدة أو 5 الأعمدة. أنا اش بغيتك تفهم؟ أن واحد المجموعة ديال الأعمدة راه كي في السي اس اس جريد هو أنه تيمثلو صف واحد. مزيان، يعني حنايا في الدرس بغينا نتعرفوا على كيفاش كنشئوا الصفوف ديالنا، وكل صف كيفاش نعشيو الهايت الخاص به. يعني شنو كيعني بالهايت الخاص به؟ تخيل معايا انا الصف بيدي يكون 60 بي اكس، وهذا الصف بيدي يكون يشد 120 بي اكس من المساحة ديال العنصر اللي هو عبارة على البارنت ديالهم. يعني شنو كتقصدها بالصمد؟ غادي نمشيو نشوفو بعدا شنو هي الخاصية اللي كتمكننا من هكا، هي الجريد تمبليت روز. مزيان، قال لي كتكتب فيها عدد، هانتوما عدد الأعمدة، هانتوما عدد الأعمدة زائد اش زائد المساحة. شو كنعنيو بالمساحة؟ يعني المساحة ديال كل صف، يعني الهايت ديال كل صف. انا نكتبو الهايت حسن، هايت ديال كل صف. مزيان، دابا انايا غادي نمشي لهنا، غادي نجيو دابا مثال تطبيقي باش يبان لينا هادشي. شحال من عنصر عندي هنايا؟ 1 2 3 4 5 6. مين قلت ليه ديسبلي جريد شنو دار؟ شد المساحة كاملة قسمها على 6، عطى الناتج ديال القسمة ديال المساحة كاملة على 6 لكل واحد. مزيان، اشوف دابا حنايا نشأو واحد 3 الأعمدة. شنو تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا الجريد تمبليت مثلا كولومز. تخيل معايا هاد الأعمدة بغيتهم انا كاملين يكونوا متساويين، غادي نقول ليه ريبيت مثلا هانتوما 3 د الأعمدة، المساحة ديال كل عمود عبارة عن واحد فرانكشن هانتوما، يعني غيكون عندهم كاملين نفس المساحة. إوا دابا انا شنو كنعني بأننا نتحكمو بالصفوف؟ هذا كامل صف ياك في 3 الأعمدة. دابا انا هاد الصف الاول بغيت يكون تساوي 60 بي اكس، بغيت يشد في الهايت 60 بي اكس، يعني يشد حد هنا. وهاد الصف الثاني مثلا بغيت يشد 120 بي اكس. كيفاش غادي نجيو ليها؟ عن طريق الخاصيه اللي شرحنا ديك الساعه اللي كتبناها، عباره هانتوما جريد تمبلت روز. يعني غادي اش كتعني جريد تمبلت روز؟ هو انك غادي تنشئ واحد المجموعه ديال الصفوف في الشبكة ديالك، يعني في الجريد ديالك، على شكل نموذج. هانتوما غادي نقول ليه الاول بيت فيه 60 بي اكس، الثاني بيت فيه 120 بي اكس، انا بجوج الصفوف صافي، كل صف كيتكون من 3 الاعمدة. هانتوما ها الاول عبارة عن 60 بي اكس، ها الثاني عبارة عن 120 بي اكس. مزيان، اجيو لهنايا ونقصوا هاد المساحة، غادي نقول ليه بيت انا جوج الاعمدة، يعني شحال من صف غادي تكون عندي دابا 3 صفوف، كل صف شحال فيه؟ فيه جوج الاعمدة. مزيان، عندك هاد الاول عبارة عن 60 بي اكس، الثاني 120 بي اكس، تخيل معايا الثالث بغيت نقول ليه 300 بي اكس. مزيان، هانتوما 300 بي اكس، واش نقول ليه مثلا هي 200؟ هانتوما، يعني الاول فيه 60 بي اكس، الثاني فيه 120 بي اكس، الثالث فيه 200 بي اكس. تخيل معايا الثالث بغيت يشد المساحة كاملة. شو تعلمنا حنا في الدرس السابق؟ عندنا واحد الخاصية سميتها اوتو، يعني يشد المساحة كاملة، أو قلنا كاين أحسن منها اللي هي عبارة عن واحد فرانكشن. مزيان، يعني احنا لحد الان تعلمنا كيفاش ننشئوا الاعمدة الصفوف يا ربي ديالنا. تخيل معايا انه قال لك انا بغيت واحد الصف بجوج صفوف يكونوا قد قد، وبغيت واحد الصف يكون كبر منهم جوج الخطرات. شنو غادي تقول لي؟ انت الاول بغيتو يكون كبر منهم جوج الخطرات، الثاني واحد فرانكشن، والثالث واحد فرانكشن. يعني ا، يعني الصف الاول اللي فيه ا وبي غادي يكون كبر من الصفوف الاخرين بجوج الخطرات. يعني دابا هاد ا راه فيه جوج من هاد الصفوف، يعني بحال جديتي جوج صفوف هكا وحطيتيهم هنايا. مزيان، دابا اللي عندك انت مجموعة ديال الصفوف عندهم نفس المساحة، شنو كتكتب؟ حتى هنا يمكن تكتب الريبيت،
هاد الريبيت ما خاصهاش بالكولومز، لا خاصها حتى بالروز. يعني تقدر تقول لي مثلا بثلاث صفوفه وكل صف مثلا يكون فيه 200 بي اكس، ونجي للسيف ونشوف واش غادي يجي. اجي نقول مثلا 100 بي اكس بارك علينا. ها انتم كما كتلاحظوا، ها انتم عند ثلاث صفوفه، ها انتم الصف الاول، ها الصف الثاني، ها الصف الثالث، كاملين عندهم 100 بي اكس. مزيان. فهاد الدرس هذا ان شاء الله عندنا واحد التمرين تطبيقي هو هذا. تخيل معايا قال لك انك تنشئ هذا الجدول، ولكن بشرط ماشي انك تنشئو بالطاقات ديال الاش تي ام ال، لا ما مقبولاش، غادي تنشئو بالجريد. شتي الجريد شحال كتسهل لك الخدمه؟ شحال هادشي اللي كنا بنينا نشئو مثلا اسميتو ولا بنينا نشئو تيبل، كنا كنمشيو للاش تي ام ال تقول ليه تيبل، تقول ليه تي هيد تي باجي وكل تي اش تي ار و تي تي دي تي، المهم فيه تخربيق بزاف. شوفوا السهوله. دابا انت عجبتكم انايا توقف الفيديو، تخدم هذا الجدول عن طريق سي اس اس جريد، وديك الساعه ترجع وغادي نوريكم الطريقه الصحيحه، ولا اش دير بلاش تاخذ الطريقه الصحيحه، وديك الساعه سير خدمه بوحدك عاد تفرج. دابا انت شحال من عمود عندك؟ ها انت شحال من عمود عندك هنايا؟ ايه بسهوله وبشويه عندك ثلاث الاعمده ياك. شحال من صف عندك؟ عندك اربعه ديال الصفوف. مزيان. يعني انت محتاج شحال؟ محتاج ثلاث الاعمده ومحتاج اربعه الصفوف. ايوا دابا اجي ونشؤوا هنايا، نمشيو لهنايا الاش تي ام ال ديالنا، غادي نمشيو لهذا الاول، غادي نقول ليه مثلا اش عندنا؟ عندنا النيم والجندر والايدج. هاو انتوما النيم، ها هي الطريقه الصحيحه. الجندر ها هو الصف الاول، ها الايدج. ها انتوما باش نمشيو دقه دقه، ها انتوما باش نديرو هنايا كوموند رو 1 رو 1، يعني هذا عباره عن الصف الاول فيه ثلاث الاعمده. اجي نمشيو ثاني هنايا، ها رو 2. مزيان. اش عندك هنايا؟ اجي نجيو حنايا ما عندنا مثلا، نقولو مثلا عالي مثلا ميل مثلا لايدج مثلا 36 مثلا. يعني ها الرو الثاني، هاد الرو الثاني شحال من عمود فيه؟ فيه ثلاثة. ها الرو الرابع، هاد الرو الثالث يا ربي، غادي نشدو نفس هاد الشيء. ها انتوما غادي نبدلو مثلا هاد عالي نبدلوها بأحمر. مزيان. غادي نمشيو لهنايا، غادي نبدلو هاجي مثلا 20. مزيان. ها الرو الرابع، ها الصف الرابع، الصف الرابع شحال من عمود فيه؟ بكل سهولة فيه ثلاث أعمدة. ها حنايا نشئنا أربعة صفوف وكل ثلاث أعمدة في كل صف. ها حنايا نمشيو هنايا ونقول ليه مثلا محمد. دابا أجي نرجعو تاني لهنا، ها انتوما غادي نبداو من الأول تاني، ها انتوما بكل سهولة. ها حنايا نبداو تاني من الأول. ها انتوما شحال من كولوم عندنا؟ شحال من كولوم عندنا؟ عندنا ثلاثة. ها انت غادي نقول لي مثلا ثلاثة، ها انتوما ثلاثة ريبيت بكل سهولة. غادي نقول لي مثلا ثلاثة، غادي نقول لي مثلا كاملين قد قد. مزيان. دابا غادي نقول لي تاني الجريد. ها انتوما الخاص اللي تعلمنا اليوم روز، شنو عندنا؟ عندنا ريبيت. غادي نقول لي مثلا شحال من صف عندنا؟ عندنا أربعة ياك، داكشي اللي عندنا. ها انتوما ما عندك فين تجي، شوف التصويرة، واحد جوج ثلاثة أربعة. ها انتم اربعة وكل صف مثلا غادي نقول مثلا 60 بي اكس. غادي نجيو للسيف. ها حنايا غادي نرسمو الجدول ديالنا بلا صداع لي اش تي ام اي بلا طاقات، وها هو الجدول. وتقدر تحكم في كل عنصر. تخيل معايا هذا فيه النيم والجندر والايدج، بغيت يكون كبير مثلا ياك. غادي نقول هنايا ثلاثة، ها انتم ثلاثة، ولكن الاول غادي نقول مثلا الاول حتى فيه 80 بي اكس. ها انتم الاول حتى فيه 80 بي اكس، وثلاثة اللي باقيين كاملين غادي يكون فيهم 60 بي اكس. وغتلاحظ ان النيم والجندر كبر، واننا رسمنا الجدول ديالنا بواحد السهولة. هادشي اللي قلت لكم راه احدث حاجة في السي اس اس، وافضل حاجة نخدم بها هي الجريد. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفادة من هذا الفيديو، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.